تستقبل القبلة في الفريضة أو في النافلة؟ ها؟ في الفريضة أو في النافلة؟ في الحضر أو في السفر؟ في الحضر، وفي السفر ما استقبل القبلة؟ في الطائرة. يقول لابد من استقبال القبلة، اسمع معي، في الحضر وفي السفر وفي الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى على الدابة والراحلة والسيارة والطائرة والباخرة حيث توجهت بها، النافلة فقط. أما الفريضة حتى لو في الطائرة استقبل القبلة وكبر الله أكبر. مفهوم؟ تمام. من وين أنت؟ الأخ مسافر نجران، وطريق نجران قبلة ولا ما هو قبلة؟ وانت رايح من شرولة لنجران، جهة القبلة؟ ها؟ طب اعكس، من نجران إلى شرورة، ماشي من نجران إلى شرورة، هو في السيارة الكامري، الله أكبر، يصلي، صلاته صحيحة أو باطلة؟ أعيد السؤال، هذا الشيخ جاي من نجران إلى شرورة، الله أكبر، يصلي وهو في الكامري يسوق، يصلي الله أكبر، مستقبل القبلة؟ لا، ويصلي جالس، صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة خطأ، صحيحة خطأ. إذا كانت نافلة فهي صحيحة، فريضة باطلة، إلا إذا كان لا يقدر على استقبال القبلة. مفهوم؟ تمام. إذا قلنا هذا في السفر فقط. أما الأخ هذا من شرورة ما شاء الله يصلي هنا بالجماعة ويخرج الله أكبر، إيش هذا؟ قال والله صلاة السنة أصليها. مسافر قال لا أنا من هالشرورة. لا، الفريضة والنافلة في الحضر لابد فيها من استقبال القبلة. مفهوم؟